على صباح الجزء الثاني. مثل ما قلت لكم أنا ما فيكن تهددوني، لأن وعدتكن إنه في عندي كتير مواضيع بدكن تسمعوها وإنتو بلشتوا. وهلأ خلينا نسمع. تابعي. ومنها المصباح الكهربائي كان مصابا بضعف الذاكرة لدرجة أنه ينسى اسمه أحيانا. يا للهول. وأخيرا الكاتب فرانز كافكا. إيه يا هاني. أو ما كان يستحم إلا ما يشربش الشاي أشرب أزوزة. أنا خي شو بتعرف تعمل أنت غير أنك تحكي وتقر على الهواء؟ صح يا سيلفا، بدكن تعرفوا إنه ممنوع الغلط، وهيدا كمان انذار صغير. أولك تقطعها. لا لا أوكي. مستمعينا انتوا اكيد معي حتى تتابعوا مواضيع كتيرة. تابعونا على تويتر وعلى الفيسبوك، وكمان بقلكن بعد ما سمعتوا شي